بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب الخامس والثلاثين كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، وفيه 12 بابا. الباب الأول: باب الصيد بالكلاب المعلمة. والصيد يكون في ما يحل أكله من غير المقدور عليه، يبقى الصيد شرع من أجل الحصول على غير المقدور عليه ممن يحل أكله، مما يحل أكله من حيوان كالغزال والظباء والجاموس الوحشي والحمار الوحشي وغير ذلك مما يحل أكله وغير مقدور عليه، فتصطاده من بعد، إما عن طريق آلة كالسهم أو عن طريق حيوان كالكلب المعلم أو عن طريق طائر كالطائر المعلم. باب الصيد بالكلاب المعلمة. والكلب المعلم هو الذي يتحرك وفق حركة يدك بإشارتك، وإذا أمسك لا يأكل حتى يأتيك بالمصيد، يبقى ده معلم. يبقى الكلب المعلم علامته إيه؟ أولا أنه لا يتحرك إلا بإشارة صاحبه، كويس؟ لا يتحرك بنفسه حتى ولو رأى الصيد، ممكن يهوهو عشان ينبه صاحبه، ويجريش لحد ما صاحبه يبص، يقوم صاحبه يقول له بسم الله، يقوم يجري على يده، فهمت؟ كأنه السكين، كأنه صار هو سكين يطلقها، فهمت ازاي؟ صار الكلب المعلم كأنه آلة في يد صاحبه يشير إليه فينطلق كأنها سكين أو سهم، فيقبل على إيه؟ على الصيد. فإن قبل على الصيد وأكل منه يبقى لسه مش معلم، يبقى أمسك لنفسه، لابد أن يمسك لك. شوف الآية بتقول إيه؟ مما أمسكنا عليكم، واخد بالك؟ فلازم يمسك لك مش يمسك له، فهمت؟ لكن لو أمسك وكل قبل أن يأتيك بالمصيد يبقى أمسك لنفسه، يبقى لا يجوز أكله إيه؟ هذه الذبيحة، لأنه غير معلم. لابد أن يكون الكلب معلم، وأن يتحرك بإشارة صاحبه، وأن يكون صاحبه ممن تحل أكل ذبيحته، لابد أن يكون صاحبه مسلم أو كتابي، فهم؟ لأنه صار في يد صاحبه كالمدية أي السكين في يد الذابح، فلابد أن تتوفر في الذابح شروط الذبح، وهي الإسلام أو أن يكون كتابيا، فهمت بقى؟ يعني لو معاك واحد ياباني بوزي ومعاك كلب معلم وانت راجل مسلم ومعاك الكلب بتاعك، فالياباني اشار الى كلبه فاصطاد، لا تاكله لانه لا تحل ذبيحته وبالتالي لا يحل صيده، فاهم؟ لكن لو اشرت انت الى كلبك في نفس اللحظه الذي اشار هذا الياباني لكلبه فتحركا معا فامسكا معا لا باس ان تاكل، إن أمسك معا. طب لو سبق كلب الياباني لا تأكل، فهمت؟ كل دي تفاصيل لابد نعرف. لكن لو اللي معاك يهودي أو مسيحي لا بأس أن تأكل ما أمسكه كلبه أو يأكل ما أمسكه كلبك. لماذا؟ لأن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، واضح؟ فإن أمسك الكلب
المصيد وجاء به في حياة مستقرة، يعني مازال فيه لسه حياة بقية حياة، فعليك أن تزكي وتذبح كويس. وإن جاء الكلب بالمصيد وقد قتله مات ففيها خلاف في المذاهب، في وجه عندنا لا يحل أكله لأنه لم يزك كويس، وفي وجه عندنا إذا كان معلم يجوز أكله، وإن كان غير معلم لا يجوز أكله إن جاء به ميتا، في تفاصيل. وفي بعض العلماء وهو الغالب الأعم عند أهل الصيد أنه طالما معلم سواء جاء به ميتا، لكن لو جاء به ميتا وأكل منه جزء فلا يجوز بالإجماع، فهم؟ لكن لو جاء به ميتا ولم يأكل منه شيء يبقى خلاص لك أن تأكله، عند كثير من مذاهب المسلمين. والشافعية يكررون مثل هذا، إذا إيه؟ إذا مات قبل أن يأتيك به. لكن على أي حال الأمر واسع. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 81 بعد 5000، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه، علي بن حاتم الطائي الصحابي المشهور، وكان يعيش على الصيد. عشان كده تجد معظم الأحاديث المتعلقة بالصيد عن علي بن حاتم لأنه كان يعيش على الصيد. قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. شوف وذكرت اسم الله، فهل يجب ذكر اسم الله ولا يستحب؟ طب افرض أرسله وما قالش بسم الله، تحل الذبيحة ولا لابد من البسملة؟ يعني يشير بسم الله يبقى كده أحلت الذبيحة لأنه ذكر اسم الله، ولا لو أشار بغير ذكر اسم الله تحل؟ عند الجمهور إن لم يذكر اسم الله بالإشارة تحل الذبيحة كويس، وأن ذكر اسم الله مستحب وليس واجب، بدليل أنك تأكل ذبيحة الكتاب ولا يذكر اسم الله. مش طعام أهل الكتاب حل لنا؟ طب ما هو لا يذكر اسم الله في الذبيحة، هو بيزكيها لكن لا يذكر اسم الله وبناكلها، يبقى دل على أن ذكر اسم الله مستحب وليس واجبا للحل. وبناء عليه قالوا أنه حتى لو لم أن ذكر اسم الله من باب الكمال والاستحباب لا من باب الوجوب والحل ذهب الحنابلة إلى أنه لو لم يذكر اسم الله سواء كان ناسيا أو متعمدا حرمت صيده وحرمت ذبيحته، ده عند الحنابلة. لو لم يذكر اسم الله عند الذبح أو الصيد سواء كان ناسيا أو متعمدا فتحرم الذبيحة عند الحنابلة. والأحناف قالوا إن كان ناسيا تحل وإن كان متعمدا تحرم، والشافعية تحل على كل حال، وكذا المالكي، لأن التسمية عندهم شرط كمال وليس شرط حل وحر مستحبة. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا، وده معناه إيه؟ دليل إيه؟ أنه لو حتى قتله بمسكه فجاء إليك مقتولا يحل، وده مذهب الجمهور، معظم الجمهور على هذا. وبعض العلماء قالوا من باب الورع بس احتياطا، لكنه على اي حال الجمهور انه حتى لو قتل، دليل حديث ايه؟ عدي بن حاتم قال وان قتلنا، قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها، بالشرط ده بقى بحيث ما يكونش معها كلب ثاني شركها فتكون قتل بالكلب الاخر الذي لم ترسله انت، فهمت؟
قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيدة فأصيبه، والمعراض سهم بلا ريش ولا نصل يصيب بعرضه دون حده، عشان كده سموه المعراض، يصيب بعرضه دون حده. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيدة فأصيبه، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق، يعني جرح ونفذ، خزق يعني جرح ونفذ، فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، وإلا يبقى إيه؟ وقيزة، كأنه مات إيه؟ بالصدمة، يبقى وقيز. إنما لو خزق خرق وأصابه بجرح فانفجر منه الدم فتأكل، فهمت بقى؟ لكن لو ضربوا كده هو بعرضه كأنها حجر، مات بحجر، يبقى وقيز، فهمت ازاي؟ يحرم. وبعض العلماء قالوا يبقى ايه، الرصاص، الصيد بالرصاص ده بيخزق، يبقى يجوز اكله، فهمت ازاي؟ بناء على هذا الحديث وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله عليها فكل مما امسكنا عليك، وان قتلنا الا ان ياكل الكلب، وان قتلنا الا ان ياكل الكلب، يعني لو كلب وجابها لك واكل منها ما تاكلهاش، فهم؟ لأنه يبقى غير معلم، يبقى أمسك لنفسه ولم يمسك لك، فهم؟ إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. ليه؟ لأنه ده اختلط الحلال بالحرام، غلب الحرام، القاعدة كده، القاعدة الفقهية، إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام احتياطا. عشان كده المسلمين يقول لك ايه، الاحتياط واجب، فهمت بقى ازاي؟ الاحتياط واجب، اذا غلب الحلال بالحرام غلب الحرام. يعني انا مراتي الحلال بتاعتي نامت في وسط نساء، يحرم علي ان انا ادخل على النساء دول لان اختلط حلالي بحرام، مش هدخل بقى على النساء واقول ما انا مراتي جوه بقى، فهمت ازاي؟ ما ينفعش. نقول له ايه؟ ليه ما ينفعش؟ يقول لك ده مراتي حلالي. نقول له بس اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. فهمت بقى يا سيدي؟ قاعدة ليها فروع كتيرة في الأكل وفي الشرب. يعني إذا جاءوا لك مثلا بخمسة أكواب أو عشرة أكواب لبن، قالوا لك أن هذا اللبن تسعة أكواب منها لبن بقر، وكوب واحد منها لبن أتان، لبن حمار، ولبن الحمار حرام، لأن ما يحرم أكله يحرم لبنه، فأنثى الحمار الأهلي لها لبن، لكن طالما يحرم أكل الحمار الأهلي يبقى يحرم لبنه، فهمت إزاي؟ فجاء قال لك إيه، التسع العشر أكواب دول لبن كلهم جنب بعض كده مترصصين، فيهم واحدة بس لبن أتان، تقول له أني واحدة فيهم؟ يقول لك واحدة فيهم مش عارف مين، يبقى يحرم الكل، يحرم ايه؟ الكل، ما تمدش ايدك على ولا واحد، فاهم؟ اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، قاعده مهمه، فاهم؟ هنا برضو زي ما النبي قال لهم، ما هو النبي اللي قاعد القواعد على فكره، اخذوا القواعد دي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دول الفقهاء كلهم. قال وان خالطها كلاب من غيرها، يعني كلاب غير معلمه ومش تبعك وتتحرك لنفسها، يبقى حرام اكل ذبيحتها صيدها، وانت كلبك يحل ذبيحته، يبقى اختلط حلال مصيد كلبك بحرام مصيد غير كلبك، اختلط الحلال بالحرام، ايه الحكم يا رسول الله؟ قال له ايه؟ فلا تاكل، غلب الحرام، فهمت بقى المساله؟ يبقى غلب الحرام. من هنا بقى المصريين يقول لك ايه، الاحتياط واجب في الكلام العام المصري، لان معظم الامثله العاميه مستقاه من قواعد فقهيه، لان اهل مصر دول متربيين على ازاهره،
فهمت ازاي؟ الازهريه هم اللي مربينا. فتلاقي معظم كلامهم، عشان كده لما يجي يدخل في حاجه مثلا يصلحها يقوم يفسدها، يقول له انت خليتها خل، خليتها ايه؟ خل، يعني افسدتها. لانك لو دخلت في الخمر ووضعت فيها مواد لتخللها كان الخل متنجس، مش هتحل برضه، يبقى انت بذلت مجهود على الفاضي، ارميها برضه. اما الخمر اذا تخللت بنفسها دون تدخل طهرت. فهمت ازاي؟ ادي معنى اذا خليتها خل، يعني دخلت في الخمر لو كنت تركتها مده كانت هتتخلل لوحدها وتبقى طاهره، جيت انت دخلت فيها خليتها خل، افسدتها، هنرميها. فهمت بقى؟ وهكذا تجد كثير من الامثله المصريه العاميه لها اصل في القواعد ايه؟ الفقهيه. وعن ابي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المعراب فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فقتل فانه وقيذ فلا تاكل. وسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فان اكل منه فلا تاكل، يعني فان اكل منه قبل ان ياتيك به فلا تاكل، فانه انما امسك على نفسه. قلت فان وجدت مع كلبي كلبا اخر فلا ادري ايهما اخذه، قال فلا تاكل، غلب الحلال، اختلط الحلال بالحرام، غلب الحرام، فلا تاكل، فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال واخبرني شعبة عن عبد الله بن ابي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراب فذكر مثله. وعن ابي قال وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر، غندر اللي هو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، شعبة زوج أمه وشيخه أمير المؤمنين في الحديث في عصره، قال حدثنا عبد الله ابن أبي السفر. وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فلا فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره، اختلط الحلال بالحرام، غلب الحرام. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا ودخيلا ورابيطا، وكان لنا جارا يعني مجاورا لنا، ودخيلا يعني معاشرنا يعيش معنا يعني، ورابيطا يعني مرابطا على عبادة الله وزاهدا في الدنيا، وكان لنا جارا ودخيلا ورابيطا بالنهرين، النهرين مكان موضع، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ، قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وعن أبي قال حدثني الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. يبقى إذا جاءك المصيد في حياة مستقرة وجب عليك تزكيته فاذبح. كويس. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. يعني غاب عنك المصيد يوم، يعني السهم جري بعيد وانت وجهته، وبعدين بعد يوم على ما وصلت للمكان لقيت ان السهم بتاعك دخل في ايه، في جسم غزالة، يبقى ده انت اللي اصطدته، ممكن تاكله. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو وجدت سهمك وسهم اخرى اختلط الحلال بالحرام ما تاكلهاش. فهمت؟ فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأن الغريق منخنقة فلا يجوز. طب افرض أن وجده ووجد فيه أثر سهمه لكن وجده منتنا، يعني بدأت رائحة، هل يجوز أكل المنتن؟ العلماء قالوا أنه يكره ولا يحرم، فإن أضر يحرم، ولكن لمجرد انه يتعافى نفسه لكن لو اكله لا يضره يبقى يكره فقط ولا يحرم. واضح؟ يعني ممكن النور يتقطع كتير الايام دي، اللحمه تتغير ريحتها في الثلاجه، فهل يجوز اكلها ولا لا، ولا ترميها؟ تغير الرائحه دي بدايه الانتان يعني، لكن لسه ما انتنتش، بدايه، يجوز اكلها طالما لا تضر. طب افرض الدكاترة قال لك لا دي تضر، يبقى تحرم من جهة الطب لا من جهة الشر. فهمت ازاي؟ تحرم بدليل الطب لا بدليل الشر، لأن الشرع قال لا ضرر ولا ضرار، فلا تضر نفسك. طب افرض انت نفسك تعافى خلاص ما تاكلهاش، غيرك ياكلها. فهمت ازاي؟ لأن النبي عافى الضب والضب حلال وما رضاش ياكله صلى الله عليه وسلم. فلا بقى، مش معنى كده لازم تاكل يعني اللي رائحته متغير؟ ليس على سبيل اللزوم المناقشة، يعني هل يجوز أم لا فقط، مش لازم تاكل. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وعن أبي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، لأنهم لا يتحرون النجاسة، ممكن يطبخوا فيها خنزير، ممكن يضعوا فيها خمور، يبقى ما تأكلش في آنيتهم احتياطا. وإن لم تجدوا غير آنية بقى أهل الكتاب فاغسلوها عشان تطهرها الأول ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. يعني افرض الكلب غير معلم مسكه وجابوا لك لسه حي، يبقى زكيه وكله مفيش إشكال. لكن المشكلة الكلب الغير المعلم ده لو جاء به مقتولا، فهمت بقى ازاي؟ في الحالة دي لا يجوز أكله. فهمت؟
وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المكرئ كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. واستدل أيضا الملكية على أن الكلب إذا أمسك اختلط لعابه باللحم، فدل عندهم على أن لعاب الكلب ليس بنجس. عند مين؟ عند المالكية. وعندهم كل حي طاهر، فالكلب كله طاهر عند المالكية حتى لعابه، فهم؟ ده عند المالكية. طب ولماذا أمرنا بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب؟ قال المالكية تعبدا وليس للتنجيس، ده للتعبد، علة تعبدية يعني غير معلومة الحكمة. أما الشافعية والأحناف قالوا أنه نجس. طيب والجزء اللي مسكه ده؟ قال نجاسة معفو عنها، نجس ولكن معفو عنها، فهمت ازاي؟ يعفى عنها. ولو استطعت انك تقطع مكان ما مسك يبقى احسن، تيجي كده الحته اللي مسكها تروح ماسك بالسكينه كده عازله ورميه. الشافعي يعملوا كده. باب اذا غاب عنه الصيد ثم وجده. وعن ابي قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا ابو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. طب وهنا ما لم ينتن هنا ده نهي إرشاد وليس نهي تحريم، نهي إرشاد، ويكون للتحريم إذا ثبت الضرر. واضح؟ يبقى بين الإرشاد إذا كان في درجة الإنتان بداية النتن البدايات قد لا تضر إذا أكلها، يبقى لا بأس، إذا أراد أن يأكل نفسه تسمح له. واضح؟ إنما لو أنتن نتنا شديدا بحيث أنه يتسمم لو أكله يبقى هنا يحرم، لأنه يحرم أكل الضار. واضح؟ وعن أبي قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزهراء الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونته، وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه. ونقف على باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا. وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن شاء الله إذا ثبت الرؤيا غدا رمضان سوف نصلي التراويح في هذا المسجد بعد ثبوت الرؤية، فإن لم تثبت الرؤية اليوم فنصلي إن شاء الله التراويح بعد عشاء يوم السبت بإذن الله. ونحن نصلي التراويح في مسجدنا هذا 20 ركعة وثلاثة ركعات وتر، ونقرأ في كل ركعة ربع، فبنقرأ 3 أجزاء، فاللي يجي يبقى جاي واكل ومستريح ونايم أو جايب الكرسي بتاعه عشان يقعد عليه أو ما يجيش براحته، أو يجي يصلي 10 ركعات ويمشي أو 8 ركعات ويروح أو 6 ركعات وينام، كل واحد براحته، فهمت ازاي؟ كل واحد براحته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا امي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا امي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ورضا عرشك وامداد كلماتك تحب وترضى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.